استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفداً اقتصادياً كويتياً من رموز مجتمع الأعمال بدولة الكويت برئاسة السيد محمد جاسم الصقر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، وذلك بحضور السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد المهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياتي إلى شقيقيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، معربا سيادته عن ترحيبه باللقاء الذي يجسد روح التعاون الأخوي بين مصر ودولة الكويت. أهلا وسهلا بكم في بلدكم مصر، سعداء بوجودكم في بلدكم ومتشرفين بيكم، بنرحب بيكم، وانتم عارفين العلاقه الطيبه جدا جدا بين مصر والشقيق الكويت على المستوى الشعبي وعلى المستوى الحكومي. ده تاريخ، ودي علاقه احنا بنسعد بيها وبنتشرف بيها وبنفخر بيها. ايضا في فرص كويسه في مصر، واحنا بذلنا جهد خلال السنين اللي فاتت ديت عشان لو احنا بنتكلم على استثمار حقيقي يبقى جاهزين كدولة لهذا الاستثمار. يعني لما يكون في حد سواء كان مستثمر او شركات عايزة تشتغل او ده، كنا مهم قوي ان احنا نجهز الدولة المصرية لذلك. ثم الفرص الاستثمارية اللي موجودة، احنا بنتكلم في بلد قوامها دلوقتي 104 مليون وبتزيد تقريبا كل سنة 2.5 مليون، ده سوق كبير. وبرضو نفس الكلام، احنا لنا اتفاقية تجارة حرة مع كل افريقيا ومع اوروبا وحتى مع منطقتنا العربية، وبالتالي ده ايضا فرصة اخرى للنفاذ المنتجات المصرية او اللي هتصنع في مصر يعني الى هذه الاسواق. يعني البنية التشريعية اللي موجودة بنية حاسمة وحاكمة، وفي إرادة حقيقية للدولة إن هي فعلا يعني تحمي وتحافظ على استثمارات كل المستثمرين. في النهاردة الرخصة الذهبية، يعني إحنا بنقول ده عشان نبقى برضو ده واضح بالنسبة لكم، لأن دي كانت نقطة من النقاط اللي بتعمل عرقلة وبتضايق أي مستثمر إنه يجي يشتغل، يلاقي الموضوع بياخد وقت طويل جدا. ويبقى النهارده بنتكلم على هل البنيه الاساسيه جاهزه ولا لا. نحن لدينا بنيه اساسيه متطوره في الدوله دي بكل ما تعنيها هذه الكلمه. خلال 8 سنوات احنا عملنا اعاده تاهيل لقدراتنا في وتطوير البنيه الاساسيه للدوله حتى تستطيع انها تبقى ارضيه حقيقيه لاي استثمار في مصر او لاي تنميه، معلش استثمار بس، اي تنميه عشان نعملها كان لابد ان يكون فيه طاقه. وانا بقول لكم ما عندناش لا مشكله طاقه لا في الكهرباء ولا في الغاز باي كميات لصناعه داخل الجمهوريه. ثم كل القطاعات متاحه، يعني كله متاح نشتغل فيه. المواني احنا بنقول 72 كيلو ارصفه، 72 كيلو في السخنه لوحدها اكتر من 15 16 كيلو بيتعملوا خلال سنه هيكونوا خلصانين. فده كل ده يعني عشان نجهز الدوله. لو في شغل بيتعمل يبقى حضرتك لو ليك عايز تصدر يبقى تلاقي مواني على البحر الأحمر، مواني على البحر المتوسط تقدر تخرج بيها، بشبكة طرق محترمة، بشبكة قطر كهربائي سريع محترمة تحقق ده. ثم طبعا الموانئ والمطارات وبقية الأمور اللي هي بنبقى محتاجينها في كمرافق أو كبنية أساسية. فأنا برحب بيكم، أهلا وسهلا، سعداء ان انتم موجودين في مصر بلدكم. اهلا وسهلا، شكرا.